أقرت الحكومة تخفيضا على أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة 3 مرات في المجمعات الاستهلاكية ليصل إجمالي التخفيضات إلى 18 جنيها على مدار شهر ونصف الشهر. يأتي هذا في حين تم طرح اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 72 جنيها للكيلوغرام، وذلك في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع، وفي السيارات المتنقلة أيضا في الميادين الرئيسية والشوارع ذات الكثافة السكانية العالية، بهدف خدمة المواطنين من خلال طرح اللحوم لهم بأسعار مخفضة تقل عن أسعار اللحوم في الأسواق بنسبة 30%. الأسعار، احنا طرحنا اللحوم السوداني ب 115 جنيه، وده سعر يعني منافس جدا مقارنة بالقطاع الخاص. اللحمة المجمدة خفضنا سعرها 3 مرات، النهاردة طرحناها من 90 جنيه إلى 72 جنيه، 18 جنيه تخفيض في الكيلو، ولكن أطمن الناس أن انخفاض السعر ليس معناه انخفاض الجودة، بالعكس الجودة اللي موجودة لهذه اللحوم من أجود الأنواع، وهي لحوم برازيلي مجمدة، نفس القطعية والكمية والنوع والمواصفات اللي كانت قبل العيد هي اللي موجودة، ولكن اللي حصل إن احنا عندنا كمية كبيرة منها، وبالتالي بنعمل بعض العروض الترويجية زي يعني الكثير من السلاسل التجارية اللي بتعمل عروض، وبالتالي بتشجع المواطن إن هو يحصل على كمية أكبر بنفس السعر أو سعر منخفض. أصبحنا النهاردة في كل المجمعات الثلاجات مليانة، ادينا كمان مشروع جمعيتي للشباب ان هم خدوا كميات ان هم برضه يوزعوها والسيارات المتناقله، فاصبحت النهارده متوفره والحمد لله، بالاضافه لان المخزون عندنا مخزون يعني الحمد لله يكفينا ل6 شهور قدام في ثلاجات الشركه المصريه للحوم. بالنسبه للارصده عندنا اكثر من 500 طن شهريا موجودين، بس طبعا الساعه التخزينيه في المجمعات مش موجوده، انا عندي ثلاجات في ثلاجه السلام ساعتها 60 طن، وثلاجه السيد مكي برضه اكثر من 100 طن، فبنمد المجمعات يوميا، اللي بينقص منه بنمد يوميا بسيارات مبرده ولسداد استهلاك المواطنين يوميا.